لسه مكملين مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي موجود فيه العديد من المبادرات والفعاليات اللي بتمثل حافز وبنية حقيقية وأساسية لكل فئات المجتمع. عشان كده مبادرة وعي شاركت بجناح أنشطة وورش عمل وندوات تثقيفية للتوعية حول بعض الإشكاليات الاجتماعية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر في سياق هذا العرض. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر والقناة الأولى. الحقيقة معرض الكتاب في نسخته الـ54 مش بس بيعتمد على الكتب أو حتى الشباب والرجال والعائلات اللي بتحب إن هي تنهل من المعلومات وتاخد من كنوز معرض الكتاب، ولكن كمان معرض الكتاب فيه فعاليات مختلفة كتير جدا، فيه رموز وقامات كبيرة عربية ومصرية بيشاركوا دايما جوه المعرض. المرة دي فيه منصة مختلفة، في حاجة مختلفة خارج قاعات المعرض هنا في أرض المعارض، وهي منصة وعي. منصة وعي هي منصة مختلفة وخاصة جدا، لأنها بتواجه وبتكلم مع كل الفئات، مع الشباب، مع الأطفال، مع الرجال، مع العائلات، بتكلموا معاهم عن قضايا مجتمعية مختلفة وإزاي يقدروا إن هو يوعوهم. عشان كده معرض الكتاب هو معرض فاري جدا، مش بس بالكتب ولكن الثقافة العامة بشكل عام وتنمية الوعي. هنروح دلوقتي نعرف أكتر عن منصة وعي والناس بتستفيد إيه وهم بيقدموا إيه للناس، وكمان هناخد آراء رواد المعرض بشكل عام والزوار في المعرض في دورته الـ54. برنامج وعي هو برنامج وعي تبع وزارة التضامن الاجتماعي، معايا 7 جمعيات شريكة من ضمنها الهلال الأحمر المصري وصناع ومصر الخير، وحوالي 7 جمعيات متوزعين على 27 محافظة بتوع مصر، جمهورية مصر العربية أكيد. 12 وعي بنحاول إن احنا ننزل للمجتمعات نوعيهم على 12 قضية شائكة في المجتمع، زي إيه؟ زي اختان الإناث، زواج الأطفال، إزاي نقدر نحول إعاقة طاقة، ممكن كمان العمل مستقبل وكرامة، ممكن كمان التعليم أو حتى النظافة الشخصية أو صحة المرأة والطفل. حوالي 12 موضوع مختلفين جدا، بنحاول نشمل كل فئات المجتمع بكل الأعمار. تمام، دورنا هنا مثلا كايه في المعرض ان احنا بنحاول نوصل الرسائل دي للافراد، خاصه ان المعرض الكتاب بيجي له كل فئات المجتمع لكل الاعمار بكل حتى الجنسيات، يعني مش هقول لك كمان مصريين بس، لا مختلف الجنسيات. بنحاول نوصل رسائل وعي عن طريق انشطه مختلفه، زي ايه؟ ان احنا نحاول مثلا نعمل لهم مسابقات، عاملين كده زي بوكس اسئله، بنوزع هدايا للمترددين علينا، بنسالهم اسئله عن المواضيع المختلفه ل 12 موضوع بتوع وعي، ومثلا من خلالها بنحاول يعني كل واحد حوالي الجروب كبير، فكل واحد بيطلع له سؤال مختلف عن الموضوع مختلف. انا لو جيت مثلا جيت اتكلمت عن كل موضوع لكل شخص 12 موضوع، هيبقى المستقبل نفسه قوي الزائر مش هيسمعني كتير، فلما بنحاول نوصلها بطريقه مبسطه ان كل واحد سؤال هنخليها ان احنا فتحنا ال 12 موضوع وفي كل وقت وفي نفس الوقت الكل سمع كل حاجه. انا اولا عامل كتاب عن معاه اسمه حياة كل الإنسان معاه، فأنا أول مرة أجي معرض حقيقة، معرض حاجة جميلة وحاجة في قمة الجمال وفي قمة الرقة وثقافة وكل حاجة حلوة. يعني أنا شايفة الموضوع اللي هو حلو من ناحية اللي احنا نحاول يعني ايه بدل التفكك اللي احنا فيه ده، وكل واحد خلاص ما عادش مهتم بحاجة واللي متجه مخدرات وكده، اللي هو يعني ايه يحاول يجمع بين الأسرة تاني وكده يعني.